مع بداية شهر الأحزان محرم الحرام وللسنة الثامنة على التوالي العتبة العباسية المقدسة تقيم مجلسها العزائي لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم وفي هذا العام تتم مراعاة تعليمات المرجعية العليا والجهات المختصة بالالتزام بالتدابير الوقائية في ظل تفشي فيروس كورونا يقام هذا المجلس مجلس الصباح قبل ثماني سنوات في الصحن الشريف عند الساعة السابعة صباحا وبهذه الظروف الجائحة تم بتوجيه من سماحة السيد المتولي شرع دام عزة السيد أحمد الصافي على إقامة هذا المجلس والاستمرار به على أن يكون بالفضاء المفتوح خارج الصحن الشريف وعلى أن يلتزم بجميع الضوابط الصحية والتوجيهات المرجعية الدينية مجلس عزائي يحييه السيد هاشم البطاط يسلط الضوء عن شخصية الإمام الحسين وأهل بيته عليهما السلام الذي ترجم لنا سمو الإنسانية والتضحية والإيثار إلى جانب نهضة الأصلاح التي تعد منهجا للعالم أجمع اليوم كان مجلسنا بحسب المتعارف في المناسبات في أيام عاشوراء العشرة الأولى من محرم أن يكون باسم فاطمة العليلة بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذه القضيه طبعا من القضايا الوجدانيه العاطفيه المهمه في الضمير الشيعي. وكما رايتم كان لها وقع في نفوس الحاضرين وهنالك استجابه واضحه للعواطف الجياشه الولائيه والمشاعر الحسينيه الصادقه. رساله تريد ايصالها العتبه العباسيه المقدسه باقامه هذه الانشطه تظهر مدى وعي واستقامه خدمه اهل البيت عليهم السلام في ظل الظروف التي يعيشها العالم. بتطبيق الشروط الصحيه من خلال التباعد وفق المسافات المسموح بها والالتزام بالاجراءات الوقائيه على اتم وجه